Mm hmm. الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فعل الخير أحبتي مأمور به في القرآن والسنة وهو من أكبر الطاعات وأوطأ المدارج نحو القربات ومن أبواب الفلاح والنجاح والرباح وقد مدح الله سبحانه وتعالى بعض عباده بأنه يتصدق خفية حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه رغم شدة القرب وذكر سيدي المصطفى صلى الله عليه وسلم أن صدقة السر تطفئ غضب الرب، لكن من منا أو بعض منا من يعلق على طاعاته لافتة لتبقى نحوه العيون ملتفته ويكتب بانه المحسن الكريم والحاج العظيم ومن يصور سلفي نفسه وهو ساجد مثلا ومن يوثق دخوله للمساجد وكان الله غير عليم ولا خبير فاين الاستخفاء بالطاعه من التباهي برديء البضاعه عبادة السر أيها الأحبة الخبيئات الطيبات المباركات التي ندخرها لأنفسنا فلا يطلع عليها غير خالقنا سبحانه وتعالى الطاعة التي بيني وبين الله تبارك وتعالى ما أهميتها وأثرها؟ كيف أتقن فعلها؟ وهل لها أصل في الشريعة؟ أم هي أمر مخترع؟ هل كان لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام عبادات سر وهل عند ضيفنا مقترحات لخبيئات تنفع عند الله تبارك وتعالى نرحب بضيفنا في هذه الحلقة فضيلة الشيخ أحمد جبر الدوسري الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مرحبا يا مسهلا يا هلا مرحبا فيك الله, الله يسلمك الله يسلمك عافيك عنواننا يعني الخبيئه وش سالفه الخبيئه وايش يعني الخبيئه؟ ما معنى الخبيئه شيخ؟ الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه ما بعد. الموضوع والله جميل ونسال الله ان يبارك لنا ولكم فيه وان ننتفع وان يكون ذكرى لنا. باذن الله. الخبيئه معناها نتكلم لغه الشيء المستور واصطلاحا هي العمل الذي يخفيه العبد عن الناس. هذه هي الخبيئه. الآن الخبيئة قد تكون حسنة قد تكون سيئة لكن هذا تعريف الخبيئة مجملا إذا نعم هناك أنواع الخبيئة نعم هناك خبيئة صالحة وخبيئة حسنة سيئة صالحة وحسنة أيوة وسيئة وفاسدة نعم, نعم والخبيئة الصالحة أو الخبيئة السيئة أيضا تنقسم إلى خبيئة من ناحية العمل يعني قلبي أو عمل ظاهر فالآن هنا عندنا قسمان عامان خبيئة صالحة أو خبيئة سيئة والخبيئة من حيث إما خبيئة في العمل أو خبيئة في القلب بمعنى أن الشخص قد يظهر العمل الصالح لكن في قلبه خبيئة سيئة وهذا يؤثر في عمله من ناحية الإخلاص من ناحية بركة العمل بل قد يبطل العمل بسبب ما في قلب الإنسان والعياذ بالله يعني لو تعطينا شوية أمثلة شيخنا الآن لما تكون نيتي يعني أنا أسوي شيء صح لكن في نيتي شيء آخر مثلا عطنا مثلا الشخص و... مثلا الشخص الذي يصلي وفي قلبه ان يراه الناس آه هذا يبطل صلاته لان لان الاصل في العباده ان تكون خالصه لله وحده سبحانه وتعالى. فاذا لابد ان نحن اليوم نحاول ان نركز على الخبيئه الصالحه المتعلقه بالعمل و... وايضا في القلب، لكن سنركز على العمل لان الان في ايامنا كما نعلم يكثر التصوير وإظهار مثل ما ذكرت في المقدمة، تصوير الأمور في حياتهم الخاصة، ذهب إلى مكان، اشترى أمرًا، دفع لفلان، ساعد فلانًا، هذه الأمور بعض المرات تقتضي المصلحة من الناحية الشرعية أن تظهر، ولكن بعض المرات وهو إذا لم تكن هناك مصلحة الأولى أن يخفي الإنسان حتى يبقى له شيء بينه وبين الله. قد يكون نيته هو يعني يعمل هالشيء هذا على اساس الناس تشجعون في مثلا يتصدقون او يسوون العمل الفلاني يعني قد تكون نيته من داخله نيه حسنه م وقد يتراءى على ال على البعض انه هو لا الرجال قاعد يسويها انه والله رياء والله يبين نفسه انه هو قاعد يسوي اشياء زينه لا هنا نركز او نذكر نقطتين الاولى م لا ينبغي ولا يجوز لنا ان ندخل في النوايا ما دام انه ليست عندنا ظواهر باطنة تدل على ما في باطن الإنسان على الأقل من ناحية القرآن أما هل هناك ضوابط من ناحية نحن مثلا تكون أعمالنا خبيئات أو متى ينبغي أن يظهر العمل هذا قد نأتي في النقاش عنه إن شاء الله إن شاء الله هل الخبيئة هي نفسها عبادة السر شيخنا ليست كل خبيئة عبادة في السر أو عبادة في, في الخفاء الخبيئة يطلق عليها أيضا السريرة لكن عباده السر او عباده الخفاء هي الخبيئه الصالحه. الخبيئه الصالحه بمعنى العمل الصالح اذا كان في السر يطلق عليه عباده الخفاء، عباده السر. آه نعم، فاذا ليست كل خبيئه عباده في السر. في عبادات مثلا صلاه الفرائض مثلا، لا والله ما بي احد يشوفني انا اصلي. <applause> شيء طبيعي يعني <applause> <بقى تصفيق> المساله ما ياخذها الواحد، لان في بعضهم يعني يتورع او لا يعمل الشيء الصح والصالح على والله الناس ما يفهمونه غلط فيحجم في عن 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 فعل الصالحات في لا لا هو عندنا ضابطان، الضابط أيه؟ الاول من ناحيه الضوابط المتعلقه بالخبيئه متى تكون خبيئه او متى تظهر؟ اولا الضابط الاول ان هناك عبادات في الشريعه هي جماعيه ومظهره يجب ان تكون ظاهره كالحج ما يمكن ان يقول انا ساحج في مكان ثاني على الخفاء، لا يمكن هذا لا يجوز له ولا يصح له الحج فإذا هناك عبادات في الشريعه هذا الامر الاول، الامر الثاني ان هناك نصوصا في الشريعه جاءت في بيان بعض الاعمال التي تكون في العمل، تكون في الظاهر مم. تكون في الظاهر، لماذا؟ لمصلحه تقتضي، يعني مثلا من القرآن قوله تعالى الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيه، فمعلانية. لاحظ فهو لم يقل فقط سرا، سرا وعلانيه. فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم شيخ. ما حكم الخبيئه شيخ؟ الخبيئه يذكر عدد من اهل العلم كالامام الترمذي رحمه الله في سننه وايضا الذهبي رحمه الله في كتاب تاريخ الاسلام عن عدد من اهل العلم يذكرون الاجماع على ان الخبيئه مستحبه وان السلف كانوا يحرصون عليها فمثلا عن عبد الله الهمداني هذا في تاريخ الاسلام يقول ينبغي ان تكون للرجل خبيئه لا تعلم بها زوجته ولا غيرها، طبعا وهذا الامر للمراه لا يعلم بها زوجها ولا احد من البشر، فهي من حيث الاصل مستحبه وينبغي على المؤمن ان يحرص عليها، لكن قد تكون قد تكون الحكم من حيث الاصل هي مستحبه، قد تكون في بعض المرات واجبه ان علم وايقن انه اذا فعل هذا الامر سيقع في عجب او رياء، فهنا ليخبي العمل ما دام ان هذا العمل المعين ليس واجبا الاظهار في الشريعه. طيب شيخنا هل هناك يعني نصوص يعني مثل ما تقول في فضل الخبيئه الصالحه والله النصوص كثيره لكن نذكر منها مثلا شيء في القران، شيء في السنه، شيء في الاثر، من القران قوله تعالى ان الذين ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره لن تبور ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله انه غفور شكور. لو تأملنا هذه الآية في بعض النقاط أولا أن الله سبحانه وتعالى قال وأنفقوا ولم يخصص الإنفاق هذا أمر جميل ومهم لم يخصص لم يقل أنفقوا من أموالهم أو أوقاتهم أو جاههم أو جسدهم في إعانة الناس أنفق يدخل فيها الوقت والمال والإعانة وغير ذلك فإذا وأنفقوا مما رزقناهم لم يخصص ما هو الرزق قد يكون صحة قد يكون غير ذلك الأمر الثاني التنبيه الثاني حول هذه الآية سرا وعلانية قدم سر أول صحيح تحط الأمر نعم. قدم سر سرا وعلانية لماذا؟ لأن عمل السر إذا لم حتى لا نكرر هذا الضابط إذا لم يكن واجبا في الشريعة أن يعني يظهر فجعله سرا هو دليل على إيمان الشخص وأنه يبتغي وجه الله وحده ولا يريد شيئا عند الناس شكروه أو لم يشكروه عمل العمل سرا تنبيه أيضا في هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى قابل قابل العمل هذا قال ليوفيهم أجورهم ويزيدهم لم يقابله بعدله فقط وهو أنه ليوفيهم أجورهم قال ويزيدهم زاده زيادة على الذي يستحق فهذا ألا يحثنا على أن نحرص على مثل هذه الأعمال هذا شيء من القرآن في أدلة فضائل الخبية أيضا عندنا قوله تعالى أدعوا ربكم تضرعا وخفية والدعاء يأتي بمعنى العبادة ففي الآية أمر بعبادة الخفاء من السنة مثلا لو أخذنا من السنة عندنا حديث في صحيح مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله يحب العبد التقية الغني الخفي فلاحظ لاحظ هذا التركيب في الصفات العبد التقي الغني الخفي الشاهد من الحديث إيش رأيك الشاهد واضح الخفي الخفي اي نركز على الخفي شو الغني شو المقصود فيها الغني الغناء غناء الغني والله يعني للعلماء تفسير قد ياتي في في غنى النفس في استغنائه آه. عن الناس في غناه آه. قوته لكن احنا نركز على الخفي الان الخفي اخر شيء التقي العبد التقي الغني الخفي. الخفي نعم الخفي من معانيها انه يخفي عمله يخفي عمله خفي لا يريد ليس همه ان ان يشكر الناس او يثني عليه الناس همه أن العمل يكون خالصا لله سبحانه وتعالى هذا العمل إذا كان خفيا وبين العبد وبين الله لا يعلم عنه أحد والله إنه يؤثر في القلب ويؤثر في صلاح الإنسان وإذا يسر الله نتكلم عن فضائل الخبية إن شاء الله ستأتي نذكر بعضها بس الواحد من الطبيعي يا شيخنا يعني لما يسوي شيء صالح أو قدم خدمة يعني هذه بعد تعتبر من أعمال الصالحات أنه يسعى في, في, في خدمة غيره أنه يعني يلقى الشكر منهم يلقى الثناء يعني هو نعم يعني في داخله نحسن الظن بانه هو يقصد فيه ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى ان الله يعني اجر خير لكن هي الكلمات هذه تعطي للنفوس شوي دفعه في انه هو يمضون في هذا المجال وانهم يعني يسارعون في 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 خدمه اخوانهم مثلا هو العبره في هذا الامر هو بي بي بما في قلب الانسان هو عندما في فعل ذلك الامر هل فعله لله وحده من حيث الاصل ابتداء او عمله للناس؟ ان كان عمله لله وحده واخلص العمل لله ثم شكره الناس هذا امر مشروع لا باس به وفي صحيح مسلم من حديث ابي ذر رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاه والسلام سال ابو ذر نفس السؤال قال يا رسول الله الرجل يعمل لنفسه بمعنى يعمل العمل خالصا لله فيحبه الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك عاجل بشرى المؤمن الله اكبر في صحيح مسلم فاذا العبره بالعمل هل عملت انت تسال نفسك وانت اعرف بنفسك هل عملت ذلك العمل لله وحده ام عملته تبتغي ثناء الناس فان عملته لله وحده فهذا هو المطلوب منك فان اثنى عليك الناس ينبغي بعد الثناء الا تتغير النية فبعد صلاح العمل وقبول العمل يبدا الانسان يعجب بثناء الناس هذا قد يفسد العمل كما كما في الايه لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى أي. قد يكون تصدق مخلصا لله ثم بعد ذلك ابطل الصدقه بالمن فاذا انت كذلك اذا عملت العمل تبتغي مرضات الله لا تبطل هذا العمل بالعجب واراده مدح الناس ونحو ذلك جميل اخونا ابو عبد الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا ابو عبد الله تفضل طيبين ان شاء الله الله يحييك الله يبارك فيك احييك ان شاء الله والحي الشيخ احمد يبر الدوسري نعم الله يحييك كلامه طيب ما شاء الله عليه الله, الله يبارك فيك لان انا اسمحوا لي ما لفظت الجيم لان العاده عندنا الجيم نلفظها بالياء احمد يبر الدوسري حالك كلاهما صحيح لغه الله يحفظك كلاهما صحيح <تصفيق> <تصفيق> <أوه برشي تصفيق> الله يحفظك ان شاء الله وكلامك طيب ما شاء الله بس نبي الخبيئه اذا حد ترى عنها مثلا انا انا ما اقول له. انا ما امدح نفسي ما أبي خبيئه لحد الان ابحث عن خبيئة لكن لو حد درى عن خبيئتي ايش علي اسوي مثلا؟ <applause> يعني ما حد يدري عنك. صحيح نذكر نذكر ان شاء الله بيجاوبك إن شاء, ان شاء الله. ان شاء الله وبعدين بعدين بس شوي دقيقه عشان ما اطول عليكم. في واحد من الصحابه وبعدين في يوم يعني منع عنهم المطر وبعدين لقوه في المسجد في الليل يدعي. يعني حتى بكى من الدعاء وبعدين الله استجاب لدعوته ونزل المطر. وبعدين شاف احد من الصحابه كان موجود فتعرف الوقت ليل ما شافه انتبه له فلما درى عنه وطلع من المدينه يعني راح هاجر على اساس ان الثاني درى عنه. عموما لو تذكرون القصه هاي بتفصيل شوي اكثر انا والله ناسيها. جزاكم الله خ... خير مشكورين. ال... الله يجزاك خير جزاك الله خير. زين هي مساله فعلا الواحد نيته قد تكون يعني طيبه وصالحه في انه هو عمل هالعمل هذا ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى لكن هناك من يعني علم بعملي هذا هني عاد كيف كيف انا اقدر احافظ على هالعمل يكون لله ولا ولا يعني يشوبه شيء من 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 اغراض الدنيا والله اذا 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 العبد علم ان الذي يوفقه للعمل هو الله وعلم ان الذي يكافئه على العمل هو الله والذي ييسر له العمل في الدنيا ويعطيه عليه ايضا في الاخره هو الله ما الذي تريد من الناس؟ هذه هذا امر اول، امر اخر اذا تعلقت بما عند الناس بطل العمل، فما الذي تستفيده من هذا؟ انت ترجو ما عند الله وحده، ان اثنى عليك الناس فعندنا الحديث الذي ذكرناه تلك عجلة بشرى المؤمن وليحافظ على وليحافظ على اخلاصه، نحن هناك بعض النصوص ما ذكرناها هي مهمه في فضائل الخبيئه، حديث في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه، الحديث المشهور الذي فيه السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، ذكر منهم ورجل تصدق بصدقه اخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. صحيح. هذا لو توقفنا قليلا الرجل هذا او الشخص انسان رجلا كان او امراه لم يخفي العمل عن اقرب الناس اليه، اخفاه من جسده، اخفاه من جسده حتى ان الجسد لا يعلم. فقط اليمين هي لان هناك حاجه ان للانفاق ان كان سينفق بيمينه الشاهد انه يخفي تشدد وحرص على خفاء العمل حتى ان ان بعض جسده لا يعلم به، وفي نفس الحديث ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، الان هل العبره بانه ذكر الله او فاضت عيناه؟ ما العبره؟ العبره بمجتمع الصفه، ذكر الله خاليا تخلى الله. ايوه الناس ففاضت عيناه هذا هذا هو المقصود انه ذكر الله خاليا ففاضت عيناه هذه من الادله ان الشخص بارك الله فيه اللي الحديث او الموقف اللي ذكره قصدك اللي هو اللي كان يدعي و أي نعم مالك الدينار كان والله انا ما اعرف لا. القصه بالذات لمن حصلت لكن هناك قصه صحيحه ذكرها الامام عبد الله بن المبارك في كتابه الزهد وهذه القصه من يعني ذكرها بسنده قال هو في هذه القصه وهي قريبه من حديث اسماعيل بن عياش قال حدثنا محمد بن زياد عن ابي امامه رضي الله عنه قال دخل ابو امامه المسجد فوجد رجلا وهو يدعو وهو ساجد يبكي قريبه القصه لعلها هذه او تكون غيرها فقال له ابو امامه انت انت لو كان في بيتك هي مختلفة لأن ذاك دعوا نزل مطر مختلفة، لكن قريب الشاهد، ما المقصود قال له أنت أنت لو كان في بيتك؟ يعني هذا الدعاء وهذا السجود جميل، لكن لو أخفيته في بيتك لكان هو المطلوب، لماذا؟ لأن هذا العمل الظاهر أمام الناس مدعاة لأن يوقع في قلب الإنسان العجب، فلو لم يقع العجب قد يكون يفتح عليه مداخل الشيطان. فيأتي الشيطان ها رآك الفلان الفلاني أنك تبكي وأنت ساجد أو بكيت في كلامك أو في خطبتك فالإنسان يغلق عليه هذا هذه مشكلة تصير الشيخنا الآن مثلا في قيام 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 الليل في في رمضان أو صلاة التراويح قد يعني واحد يخشع في 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 صلاة القيام ويتأثر بآيات معينة ويبكي إذا هو عمل هذا الشيء أو مثل ما تقول قد في بعضهم يقول لك لا عشان ما الناس يفهموني انا ارائي ما راح اروح مسجد مثلا اروح مسجد يصلون بسرعه وتلاقي حتى يحجم في انه يقيم الليل يقوم, يقوم الليل يعني نعم. الناحيه فالواحد توطين النفس فيها وايد مهمة هي مساله يعني شعره بسيطه بينه وبين صحيح. الله سبحانه وتعالى يجب ان نحافظ عليها يعني. صحيح لا الله يبارك فيك مثل ما ذكرت والعمل الصالح ييسره الله سبحانه وتعالى لمن صدق فنحن جميعا انا وانت والمشاهد الناس جميعا اعمل ما شئت وأظهر ما شئت لكن في الأخير العبرة بما في قلبك يعلمها الله سبحانه وتعالى أما أن الإنسان يحسن أعماله للناس هذا ليس منه فائدة بل يسيء إلى الإنسان في أعماله ومن مساوئ الخبيئة السيئة والعياذ بالله أنها ذكر عدد من أهل العلم كابن رجب نعم. في كتاب جمع العلوم والحكم أنها من أسباب سوء الخاتمة والعياذ بالله <applause> اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين فاصل أيها الأحبة ونواصل حديث الشيخ احمد الدوسري <applause> الأحبة مع هذه الحلقه المهمه وهي حلقه الخبيئه اللي يتكلم فيها اخونا الشيخ احمد الدوسري يعني هي صراحه هي شغله شويه دقيقه جدا في نفس الانسان yeah. شيخنا ان الواحد هو طبيعه النفس البشريه وده اذا سوى شيء انه والله انا اليوم يا اخي لا تعطيني ماي يعني انا ما ابي انا صايم ترى اليوم والله تعبان احس بعطش ولا مصلي والله مستعبت انا كنت قايم الليل ولا في بعضهم عندهم يعني هذه هذه فعلا شغله يعني اللي ال يتصف بهذه بهذه الـ 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 الخبيئه الخبيئه هذه يعني يحتاج لها واحد فعلا موفق عند الله سبحانه وتعالى يعني هي شغله سهله ولا صعبه تحس شيخنا؟ لا لا والله العمل الصالح العمل الصالح كله يسير لمن صدق مع الله والله سبحانه وتعالى يعينه ويسدده أما أن أن يستشعر الإنسان لا هذا أمر إلا لمن وفقه الله طيب هذا أمر يرجع إلى العقيدة هل يوفق الله سبحانه وتعالى اختيارا دون سبب لا حاشاه الله سبحانه وتعالى بل الأسباب من أخذ بالأسباب وصدق مع الله يوفقه الله ويسر له بالنسبة لما ذكرت عن أن مثلا شخص يلمح <applause> والله أنا تعبان اليوم لأن مثلاً قمت الليل أمس لا هذا هذا قد يبطل عليه العمل فمن الضوابط التي يذكرونها في الخبيئة لا تلمح بخبيئتك حتى تلمح لا, تلمح لا تلمح لا تلمح بمعنى مثلاً مثل ما ذكرت أنا تعبان اليوم من أمس ما رقت مثلاً كنت أصلي أو والله عطش اليوم بس أنا ما أقدر أشرب ماء مثلاً طيب هذا تلميح بالخبيئة لا تلمح هي خبيئة أو أنا مثلاً متصدق يعني مثلاً دافع واحد والله مسكين هو عنده ظروف وكأنها ما قصرت فيه فيروح يعني يكشف يكشف ستر الله يعني في, العمل الصالح اللي سواه بطريقه شويه نعم لكن اذا غيره ذكر الشيء هاي اذا غيره ما شاء الله الله يجزاه خير يعني هني الواحد ما يحاسب لا شيء الا اذا اذا نيته تغيرت صحيح صحيح هذا صحيح وهناك بعض الاوقات تقتضي المصلحه اظهار العمل كيف حديث في صحيح مسلم من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال جاء أناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى عليهم الفاقة والحاجة فأشفق عليهم فأمر بالصدقة فأبطأ الناس فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم لأن لأن الناس أبطأوا في الصدقة هناك أناس من إخوانهم يحتاجون ف جاء رجل قال قال جرير جاء رجل رجل من الانصار فوضع يعني كيسا من المال صرة ورق هكذا قال صرة كيس فيها أموال ثم بعد ذلك تتابع الناس ففرح النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك قال الحديث المشهور من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة كذلك إلى آخر الحديث، فهنا كان إظهار العمل فيه مصلحة عندما هذا الرجل تخيل في هذا الحديث مثلاً، لو قال والله أنا عندي مال لكن لا أريد أن أتصدق حتى لا يقول عني الناس أنني أظهرت العمل. الآن المصلحة تقتضي حث الناس، تشجيع الناس على الصدقة، صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم فرح بعمله، فبعض المرات من ناحية شرعية يقتضي الأمر أن يظهر، أن يظهر العمل ولا يكون في الخفاء لمصلحه شرعيه لا وتصير, وتصير في حملات الاغاثه <applause> والحملات اللي يجرونها بعض الجمعيات الخيريه ان يعني يكون في شخص معين يعني على اساس يشجع غيره عنده مثلا محل معين وأنا والله اتصدق مبيعاتي في اليوم هذا لصالح اخواننا مثلا في فلسطين او اللاجئين السوريين وهكذا بهالنوعيه هذه صحيح آه صحيح نعم الله يجزاه <applause> خير خلينا ناخذ اتصال من ام علي ام علي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ام علي جزاكم جزاكم الله بخير الله يعطيك الصحه والعافيه ويجزاك كل خير امي الله يحفظك انا هذا السؤال اللي كنت بساله سمعكم منكم ذا الحين مثل ذا الحين تحب الوحده تتصدق تقول لصديقتها بنتصدق انا وانت انا اتصدق يعني كذا يعني ما يروح اجرها اه ان شاء الله ولا صيام مثل انا صايمه اليوم انا اصوم لله وانا احب الله وقلبي يعلم به الله بس اقول لها اليوم انا صايمه عشان تشجع اللي وراها يعني آه حلو ليش انا ما اصوم انا اكون اقل من تشجعني هذا جميل جميل فكره فكره جميله ام علي بارك الله فيك يعني هي مثلا تبي تصوم وتشجع غيرها تبي تتصدق والله ايش رايكم نعمل جمعيه وندفع مثلا لصالح اخواننا مثلا في اي لاجئين في اي مكان او بهالطريقه هل هذا يدخل ان انا والله قاعد انا في نفسي ان انا هذا يعتبر كانها رياء ولا انا ما اقصد انا أشجع غيري في نفس الوقت م. يعني انا اقول ام علي بارك الله فيك واسعدك الله ووفقك الله لمزيد من الصيام والعمل الصالح وهذا امر طيب بالعكس هي يعني تحث مثلا ابنائها او اهل البيت هذا ما في اشكال ان شاء الله جميل انا جاي في بالي يعني حتى في بعض الجمعيات الخيريه الان الصدقه هذا قلنا موضوع الصدقه في هناك تطبيقات تدفع وتخلص وانت في يعني فهمتني يعني في في وسائل مساعده في ان انت تبي تتصدق اذا قلنا في جانب الصدقه إينا. هي مجرد يعني تطبيق وتدخل وتكفل و... و... يتيم وتطبيق وتدخل وتتصدق لاخوانك وتطبيق وتدخل وتحفر بير وتساهم فيه فسبحان الله يعني هل أعمال ما يحتاج الان التكنولوجيا وفرت لك هل هالموضوع هذا من دون ما انت تحتاج تروح لموظف وتعال وانا ابي اتصدق وابي ما ادري وش وتط... و... يعني فيها اجراءات فعلا حتى في 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 بعض الل... الـ 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 الأنواع أنه مثلاً ممكن في كل يوم تصدق بريال واحد مجرد تطبيق أنت أو 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 يعني تطبيق تشترك فيه خلاص كل يوم راح يعني يأخذ يستقطع من, من عندك مثلاً يعني ريال أو عشر ريالات وهكذا يعني والله هذا جميل يعني بارك الله فيك هذه الأشياء المفروض نحرص عليها لأنها سهلت الخبيئة فالآن وسائل الخبيئة كثرت الحمد لله في صحيح زمننا زين اذا تكلمنا الان ما اللي يخليني انا اعمل هذه يعني بيني وبين الله سبحانه وتعالى ايش الفضائل وايش الامور اللي راح انا والجوايز التي احصل عليها ان شاء الله من الله سبحانه وتعالى فضائل الخبيه نعم فضائل الخبيه كثيره احنا سنحاول نذكر بعضا منها صبر. من فضائل الخبيه انها تدل على الايمان واليقين العبد اذا عمل عملا يخبئه لا يعلم به احد يريد بذلك وجه الله هذا يدل على ايمانه ويقينه وانه يستحضر معيه الله وانه وانه يعظم الله ويريد الثواب من الله نعم. هذا واحد اثنان ايضا الخبيئه تقوي الاخلاص وتبعد عن الرياء الرياء ان الانسان يعمل العمل في الظاهر لله وفي الباطن لغير الله والعياذ بالله فالخبيئه تربي الانسان وتعينه على ان تكون ان تقوي اخلاصه وتبعدها عن الرياء. كذلك من فضائل الخبيئه انها تربي شخصيه الانسان على الخصوصيه، ان تكون عنده خصوصيه، فالان نحن في زمن يكثر فيه التصوير مثل ما ذكرنا وامور كثير من الاشياء التي قد تكون ينبغي ان تكون خاصه مع الانسان مع اهله او مع يعني في شؤون بيته وشؤونه الخاصه، فهذه الخبيئه تربيه انه بد ان تكون إذا كان هذا من المروءة والأخلاق أن تكون هناك خصوصيات في حياة الإنسان، فما بالك بالعبادات؟ نتكلم عن خصوصيات في الأمور العامة، فما بالك بالعبادات؟ اجعل لك خبيئة بينك وبين الله. من الفضائل كذلك للخبيئة أنها تعين على حسن الخاتمة. تعين على حسن الخاتمة، ويذكر هذا كثير من أهل العلم. أيضاً من فضائل الخبيئة أنها وهذه والله هذه الفضيلة الآتية عظيمة، نسأل الله أن يوفقنا لها. وهي أنها سر الثبات. يقولون العلماء لهم كلمة مشهورة ما فيها نقاش فيما بينهم يقولون الخبيئات الصالحات سر الثبات وذنوب الخلوات أصل الانتكاسات فهذه من فضائل الخبيئة أنها تثبت الإنسان كالوتد كلما خبأ منه أكثر كلما كان راسخا أكثر فيخبأ أعماله ويحاول أن يكثر الخبيئات أكثر من العلن <applause> هذه من فضائل الخبيئات ايضا من فضاء الخبيئات انها باب للصلاح فمثلا من القصص الواقعيه ذكرها احد الدعاه كان احد الشباب ليس من الذين يحرصون على العمل الصالح لا في الظاهر ولا في الباطن لكنه كانت كان له عمل عرف بعد بعد موته رحمه الله من اهله انه كان انه كان يعين ارمله بالمال فوفق له ان ان توفي في بيت الله الحرام. فسئل ما الذي يفعل هذا الشاب؟ لان في ظاهر اعماله هو ليس من في الظاهر، في الظاهر هو ليس من الصالحين، لكن في الباطن عند الله كبر هذا العمل الذي هو كان في الخبيئه لا يعلم عنه احد الا بعد ان سئل الناس ما الذي كان يعمل؟ لان ان يتوفى في 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 عباده وفي بيت الله الحرام هذا امر خاتمه حسنه. من فضائل الخبيئه كذلك انها باب للقبول باب للقبول ماذا قبول أن الناس ان يقبل عمل الانسان عند الناس ان يكون مقبولا هذا من اين جاء آه الخبيئة اليست هي من الاعمال الصالحه الجواب نعم طيب هي زائده على مجرد عمل صالح هي عمل صالح وخباها هذا الانسان ففي الحديث الذي في الصحيحين عن ابي هريره ان الله سبحانه وتعالى يقول إذا أحب عبدا يقول لجبريل يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل فينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا فيوضع له القبول في السماء ثم يوضع له القبول في الأرض من أسباب ذلك ومن أهم أسباب ذلك الخبيئة كذلك من فضائل الخبيئة ولعلنا نقف عند هذه والفضائل الكثيرة من فضائل الخبيئة أنها باب للبركة بركة كيف؟ بركة في أعمال الإنسان في رزقه في صحته، قد تكون في كل ذلك، مثلا نذكر مثالا لاحد اهل العلم والزهاد والمجاهدين وهو عبد الله بن المبارك رحمه الله يذكر عنه ابو نعيم في كتابه الحليه انه قال ما رايت احدا ارتفع مثل مالك يقصد الامام مالك صاحب المذهب المالكي. طيب السؤال الان هو يعني جلس يبحث ما السبب؟ في زمن مالك هناك علماء ألفوا وهناك علماء سهر. درسوا لماذا موطأ مالك إلى اليوم باقي ومذهب مالك من من ضمن الناس الذين في زمنه جميعا قال عبد الله بن مبارك لا بد أن تكون له سريرة لأن الأعمال الظاهرة اللي كانت عند الناس موجودة عند غيره. موجود عن غيره لماذا هو لماذا هو انفرد أيضا هناك نقل جميل وهذا, وهذا فعلا على يعني شيء تلاحظه أنت في ناس مثلا عندهم حتى كمشايخ حتى كناس يعني مؤثرين طيب بعضهم ما شاء الله يعني يكتب لهم القبول وبعضهم ما يعني ممكن قد تكون عنده شهادات اكثر وعنده إمكانية الوصول للناس والـ والـ والثقافه اكثر لكن غيره تلاقي سبحان الله يوصل للناس سبحان الله واحد في نفس الوقت شيخنا انت وانت تتكلم جاي في بالي ان الواحد لا يستعلي ولا يشوف نفسه هو احسن من غيره، فيه. قد تلاقي واحد امامك يعني واحد عادي جدا لكن بينه وبين الله ما تدري أيوة ايش فيه. اي ايش عنده ايش ايش المخبي بينه وبين الله سبحانه وتعالى، صحيح. مثل ما ذكرت سالفه الشاب اللي كان يعيل ارمله يعني، الأمور هذه انت خليها يعني يعني مساله الواحد يروح ويتهم ويروح يعني يعني يدخل في نوايا يدخل في نوايا الناس هذا شيء وايد صعب يعني وهذا شيء يعني فيه يعني شيء شيء شديد وسيء لان الانسان يكون فيه يتكلم بالغيب فهو واقع في غيبه ويتكلم بشيء ليس بينه وبين الله برهان عليه سبحان هذا امر سيء يعني انا اذكر هنا نقلا جميلا عن ابن الجوزي في كتابه صيد الخاطر والله كلام جميل وينبغي ان نتامله لان لان هذا الكلام في كل عصر ليس في عصر ابن الجوزي نعم فقط يقول والله وهكذا يحلف والله رأيت من يكثر الصلاة والصوم والصمت ويتخشع في لباسه وفي نفسه ثم قال والقلوب تنبو عنه يعني تفر منه وليس له وقدره عند الناس يقول ليس بذاك ما له قدر عند الناس نعم الحين هو تو الان يقول يكثر الصلاه والصيام والصمت لاحظ العكس يقول ورأيت من يلبس يلبس فاخر الثياب وليس له كبير نفل ولا تخشع والقلوب تتهافت على محبته يقول هلا الآن في الكتاب يسأل نفسه يقول فتأملت ذلك وتد فتدبرت ذلك فوجدته السريرة ثم ذكر النقل المشهور للكلمه الشهيره التي انتشرت يعني بعده وتذكر في الاذاعه اذاعه القران الكريم برنامج الموعظه الحسنه وهي بعد هذا الكلام قال فمن فمن اصلح سريرته فاح عبير فضله وعبقت القلوب بذكر طيبه ثم قال فالله الله في السرائر فانه لا يصلح مع فسادها صلاح ظاهر كلام عجيب ويعني حتى مكتوب بطريقة يعني جميلة لا يصلح مع فسادها إيش مع فساد ما في القلب ومع فساد الخبيئة لا يصلح مع فسادها صلاح ظاهر بارك الله فيك شيخنا فاصل أيها الأحبة ثم نواصل حديث الشيخ أحمد الدوسري <applause> ونرحب بالاستاذ عبد العزيز السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تفضل ورحمة الله تعالى وبركاته حياك الله السلام الله يعطيكم الصحه والعافيه عافيك وسلمك ويجعلكم ولا لا ان شاء الله من رؤيه الله سبحانه وتعالى يوم يو... يوم الدين الصوت. امين اللهم امين الحقيقه يعني الايه الكريمه ان كذلك نزل المحسنين ان نراك من المحسنين احسن كما احسن الله اليك اولئك ايضا الايه الكريمه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه لا توجد ايه فيها عذاب بعد ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سؤالي هو لماذا دائما نذكر السيئات ولا نذكر الحسنات فلذلك سئل احد الناس اللي يصلون الحقيقه يقول المسجد قالوا انت ليش دائما تجي قبل الصلاه؟ وقبل الاذان. قال على اني انا اكون من الاوابين، عندما اكون قبل المؤذن وقبل الامام اكون من الاوابين، لكن بعد بعد ما بعد الاذان اكون من, من 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 الذين من الغافلين. فلذلك ما احب من الغافلين، احب اكون من الاوابين. فما اعرف طال عمرك فلذلك فمثل هذا الانسان غيره وغيره 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 يجون قبل يعملون الصالحات فما ادري هل يعني يحق لهم ان يقولوا نحن من الاوابين ولا نسال من الغافلين شكرا جزاك الله خير. هو يعني إن مساله ان الواحد لما يعمل الشيء مساله انه هو يبين للناس انه هو مثلا في في التبكير للصلاه على قولة اخونا عبد العزيز هو يعتبر من الاوابين يعني ندخل يعني نحسن الظن فيه ان شاء الله من الناحيه هذه انه يريد ان يشجع غيره فانه يبكرون للصلاه هذا يعني؟ صحيح هو طبعا الكلام في مثل هذا يقول احب ان اكون من الاوابين، اما يقول انا من الاوابين فلا لا. تزكوا انفسكم الله سبحانه وتعالى يقول. نعم <applause> نعم نعم جزاك الله خير، في نفس الوقت الان الخبيئه ممكن تكون صالحه، ممكن تكون سيئه، عياذ بالله واحد عنده ذنوب، عنده اشياء يعني ذنوب الخلوات خصوصا. اما الواحد يعني يعني هذه الذنوب طبعا هذه بتكون اكيد يعني الله ما يرضى عليها ولا يمكن الواحد يكون يعني الله سبحانه وتعالى تعالى يتقبل الاعمال هذه. لما يجيك واحد يعني الخبايا هذه يروح ينشرها للناس ان انا سويت ويعني يعني الخطا بدل ما يستر يستر الموضوع يروح يجاهر بالمعصيه ترى انا سويت الشيء الفلاني والشيء الفلاني مفتخرا بهالناحيه هذه، لو تكلمنا عن الخبيئه السيئه وضررها و و و واثرها شيخنا. الله يبارك فيك، الخبيئة السيئة هي من من حيث هي خبيئة يكفي فقط أنها من أعظم أسباب الانتكاسات، وأنها أمر سيء، وأنها من أسباب سوء الخاتمة، كما يذكر عدد من أهل العلم منهم ابن رجب. فالعمل السيء إذا كان خبيئة فهو سيء، فما بالك أن يذهب وأن يذهب ويتكلم عنه. هناك حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرين. هذا يدخل فيهم انه عمل عملا سيئا ثم ذهب وجاهر بالعمل، فالانسان وان كان معرضا للقصور فعليه ان يحفظ نفسه، لو وقع في سيئه فليستغفر الله سبحانه وتعالى ويتوب، وكلنا معرضون للتقصير، ولا يوجد احد مولود هكذا مولود من الصالحين ولم يخطئ ابدا، هذا غير موجود. هذا غير موجود، يعني نتكلم الان بعد الانبياء عليهم الصلاه والسلام كل انسان معرض للخطا وعليه ان يستمر في التوبه وان يصدق مع الله حتى لو اخطا واخطا واخطا يتوب ويسال الله الثبات. ولا يهتك يهتك ستر الله سبحانه وتعالى. نعم لا يهتك ستر ولوائل. الله عليه بطلق. اكيد هناك في في جعبتك الكثير من سؤال القصص في 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 الخبيئه الصالحه شيخنا يا ريت لو تعطينا بعضا منها. القصص في الخبيئات، القصص طبعا لابد ان نذكر منها ولان في كتاب الله سبحانه وتعالى قصصا والقصص تعطي امثله واقعيه حتى ننظر ويقارن الانسان طيب هذا فلان عمل لماذا انا لا اعمل؟ القصص كثيره مما يعني من هذه القصص قصه زين العابدين رحمه الله ورضي عنه وهو نعم. وهو علي بن بن الحسين بن علي بن ابي طالب حفيد علي بن ابي طالب رضي الله عنه عنهم. ذكر عنه الذهبي رحمه الله في كتابه سير اعلام النبلاء قال انه ان ان اقواما في المدينه كان ياتيهم الرزق في الليل يذهب عند بيوت يضع عندهم الطعام والرزق ولا يعرفون من هو وربما لو هذا الان كتساؤل الان ربما قد يكون حاول احد ان يعرفه وينتظر متى ياتي ولكنه لا يريد ان يعرفه ربما كان كان ملثما او نحو ذلك فقيل عندما توفي كم الذين كان يعولهم وجدوا أنه كان يعول مئة عائلة خفية لا لا يعلمون من هو ما علموا إلا بعد أن توفي هذه من القصص من القصص كذلك قصة داود داود بن أبي هند هذا الرجل رحمه الله ذكر قصته أبو نعيم في كتاب حلية الأولياء هذا الرجل كان خرازا الخرازة مهنة هي خياطة الجلد فكان الرجل ما الذي يفعل يأخذ أهله يجهزون له الطعام فيأخذه في الصباح على أنه سيفطر لا في العمل فيأخذه فيتصدق به فيعود لهم مساء فيفطر هم, هم يتعشون وهو يفطر هو صائم واستمر على ذلك أربعين سنة يذهب إلى العمل يظنون أنه أكل الطعام وهو يتصدق في الطريق ثم يعود على أنه يتعشى معهم وهو صائم يخفي الصيام، لا يريد أحد، لا يريد من أي أحد أن يعلم عن صيامه. من القصص وهذه قصة أيضاً عجيبة ذكرها ابن قتيبة رحمه الله في كتابه عيون الأخبار. اسمها قصة صاحب النقب. هذه علينا أن نتذكرها قصة صاحب النقب. جميل. هذه القصة ذكرها ابن قتيبة قال أن مسلمة بن عبد الملك ومسلمة بن عبد الملك بن عبد الملك بن مروان. مروان. رحمه الله كان كان سياسيا وكان عسكريا قائدا عسكريا وسياسيا فذكر القصة في كتاب الحرب من كتابه في كتب ذكرها في الحرب كانت هناك حرب المسلمون وكان القائد في الجيش ذلك الوقت مسلم بن عبد الملك فكان أمامهم عائق حصن فوجدوا فيه نقبا والنقب من سياق القصة لعله كان ضيقا صغيرا مشكلة لا يريدون أن يدخلوا من هذا النقب فنادى في الجيش من يدخل من هذا النقب فيفتح فيفتحوا لنا فتعذر العساكر والجيوش ما ما قبل أحد أن يدخل من ذلك النقب فجاء رجل فدخل في ذلك النقب وفتحه للمسلمين سياق القصة يشير وهذا لا نستطيع أن نجزم به لكن سياق القصة يشير أنه لم يرد حتى أنه كان ملثما لا يريد أن يعلم عنه أي أحد فنادى بعد ذلك بعد الموضوع أن تم نادى مسلمة بن عبد الملك قائد الجيش من صاحب النقب نادى ولم لم ينتهي لم يجب أريد أن, أن أعرف صاحب النقب نادى ولم يجب أحد قال أنا أريد أن أعرف صاحب النقب حتى لو أن, أن يأتيني في مكاني الخاص والمسؤولون عن الباب يدخلوه مباشره فذهب اليه رجل الان هو لا يعلم من هذا الرجل فقال له المسؤول عن الباب من انت؟ قال عندي خبر صاحب النقب قال طيب ادخل دخل فقال له انت صاحب النقب مسلمه يساله انت صاحب النقب؟ قال ساخبركم عنه لكن بثلاثه شروط قال له تفضل قال ألا لا تسودوا اسمه في صحيفه، لا تكتبون ان فلان ابن فلان, فلان, فلان هو صاحب النقب ولا تعطوه شيئا، لا تعطيه اموال ولا شيء ابدا. طيب؟ ولا تبينون للناس ممن هو، من اي عائله؟ ما شاء الله من ال فلان، ما شاء الله الله يبارك فيه، يصبح يصبح العمل للعائله او القبيله او للذكر. هذه الشروط، قال لك ذلك. اعطاه هذه الشروط، قال انا هو. وبعد سياق القصة يشير أنه حتى ما يريد أن يعرف عنه عنه, عنه مسلمة بن عبد الملك فبعد ذلك قيل بعد أن ذهب قيل أن مسلمة بن عبد الملك رحمه الله في كل صلاة بعد كل صلاة اللهم احشرني مع صاحب النقد الله رجل. يعني سبحان الله ترى, ترى الدنيا فيها خير وكثير من الناس تجدهم يعملون بصمت العبادات هذا شيء لا, لا شك فيه أن كثير من الناس يعبدون الله سبحانه وتعالى بصلواتهم بصيامهم بصدقاتهم ولا يعلم بهم أحد وهناك من الناس من يعملون ويسعون في خدمة الناس ويعني يخلصون في أعمالهم في 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 وظائفهم ولا يعلم عنهم أحد ولا يقولوا أنا وسويت بعضهم يعني يحتاج تعالوا قول يعني فهمتني عندهم الإخلاص ولا يبان أو ولا ولا يتكلمون عن نفسهم لكن في ناس في الله سبحانه وتعالى يعلم عنهم ويعرف عنهم الآن أنا, أنا أريد أن تكون لي أعمال خبيئة ما هي الصور هذه وكيف يعني يعني أنشئ لنفسي خبايا صالحة يعني تكون لي ذخرا في الدنيا والآخرة شيخنا صور الأعمال كثيرة وعلى ما ذكرت أن, أن الناس فيهم خير الحمد لله في كل زمن يوجد خير لا نقول لا نحن نعيش في زمن فيه كذا وكذا أهل العلم ينكرون على مثل هذا الكلام لأن الخير باق وأهل الخير موجودون فكن أنت منهم لا تشمئز من من بعض الأشياء التي تحصل في في عصرك هناك قصص معاصرة على طاري صور الخبيئات قصة معاصرة واقعية رجل توفي فجاء أناس إلى العزاء فقيل لهم يعني من أنتم جاءوا يعزون قالوا نحن عندما سمعنا بخبر وفاة هذا الرجل جئنا نعزيكم ونحن من الأيتام الذين كانوا كان يكفلهم ما يعلمون حتى أهل البيت لا يعلم لا الزوجة ولا الأبناء أنهم أنه كان يكفل أولئك الناس فعندما يعني توفي جاءوا إلى العزاء إذا الخير موجود شارك أنت به نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للخبيئات الخبيئات قد تكون من الصور الاعمال التي قد تكون خبيئات، هذه قد تكون في قراءة القرآن، في الاذكار، قد تكون في صلاة، في صيام، قد تكون في إعانة أيتام، إعانة طلاب علم كفالة أيتام، صور كثيرة جدا. فمثل هذا الأمر أنت احرص والله سبحانه وتعالى سييسر لك السبل الخبيئات الصالحات. نعم. يعني في خصوص في خصوصا في وقت السراء هنا يعني ذكرت انا قصه اصحاب الصخره يعني لما 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 كانوا في في المغاره ولم يستطيعوا ان يخرجوا فكل واحد يعني ذكر عمله الصالح ومن خلالها بدات الصخره تنزاح وتنزاح، يعني ترى هالاعمال هذه تكون ذخرا لك وبركة وتحتاجها في وقت في الملمات يا الله ممكن تدعو هل ممكن واحد يدعو الله سبحانه وتعالى يا الله سبحانه وتعالى يا الله يعني أنت تعلم أنني فعلت كذا وكذا بيني وبين الله سبحانه وتعالى فيا الله أخرجني من الهم اللي أنا فيه والمصيبة التي أنا فيها الله يبارك فيك صحيح هذا الحديث حديث الثلاثة الذين انحطت عليهم الصخرة حديثهم في الصحيحين وفيه فوائد كثيره ممكن ان تذكر منها فضل مثل ما تفضلت قبل قليل فضل الاعمال الصالحه وانها تكون ذخرا للانسان في في بركه وتكون بركه على اعماله وحياته وصحته وامور كثيره قد لا يعلم بها هي تتيسر ولا يعلم انها من ذلك العمل من تلك الصدقه من تلك الخبيئه ايضا فيها دلاله اهميه الاخلاص وفضل الاخلاص انه انه من اسباب تفريج الكربات، لان كل واحد من هؤلاء الثلاثة كان يقول كان يقول بعد ذكر العمل: اللهم ان كنت تعلم انني فعلت ذلك العمل ابتغاء وجهك ففرج عنا، فيفرج عنهم. فالعبرة باخلاص العمل فهذا الحديث في في يستدل به في الاخلاص، لكن نقول ممكن ان يستدل به في الخبيئة، لان اذا كان العمل خالصا لله، وايضا ضاف على ذلك ان يكون من الخبيئة الصالحات فهذا خير على خير وهنا ورد في الأثر أن من أصلح بين ما بينه وبين الله تعالى أصلح الله ما بينه وبين الناس هذا من الأثر في العبادة الخفية ولا شك تعليقكم يا شيخنا على الأثر نحن ذكرنا قبل قليل نقل عن ابن الجوزي أه. فمن أصلح سريرته نعم. فاح عبير, عبير فضله سبحان الله الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الرحمن هل جزاء الإحسان إلا, إلا الإحسان يعني بمعنى ليس جزاء الإحسان إلا الإحسان وإحسان الله سبحانه وتعالى أكثر من العدل، ليس مجرد عدل، مثل الآية التي ذكرناها: ليوفيهم أجورهم هذا عدل، ويزيدهم من فضله هذا فضل. فالله سبحانه وتعالى قد يكافئ العبد في الظاهر في إصلاح حاله في الظاهر لسريرة عملها، وقد العبد حتى لا يعلم بأمور تتيسر له من تدبير الله. من تدبير الله بسبب اعمال صالحات نسال الله ان يجعلنا منه آمين. يعني هي رساله اخيره توجهها للناس يعني الاعمال هذه ستكون ذخر لك بينه وبين بين الله سبحانه وتعالى ولا عليك من الناس ولا عليك من حديث الناس لكن اجعل بينك وبين الله خبيئه يعني تكون لك ان شاء الله يعني ذخرا ذخرا باذن الله الوصيه لنا جميعا لنفسي اولا الوصيه لي اولا وللجميع من إخواني المسلمين أن الإنسان في الأخير هو يعيش لمدة معينة ثم يخرج من هذه الدنيا فاجعل لك خبيئة واحرص على أن تكون أن تكون لك خبيئة هي أعظم من علانيتك إن حرصت على أن تكون أن يكون حالك في السر أعظم من العلانية فهذا والله هذه بشارة خير وسبب للتوفيق وأيضا احذر من الخبيئة السيئة لأن الله سبحانه وتعالى حذر منها قال تعالى يوم تبل السرائر وقال تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا فالإنسان يحرص وعلى أن تكون له خبيئة صالحة لعله يفوز في الدنيا والآخرة بارك الله فيك نشكر فضيلة الشيخ أحمد بن جبر الدوسري الإمام الخطيب وزات أوقاف والشؤون الاسلاميه على ما قدم، جزاك الله خير شيخنا على هذه الحلقه. الله يعافيك بارك فيك. فيك. اذا ايها الاحبه اذكى الناس من يجعل لنفسه خبيئه في ايام الامن والسراء حتى يكرمه الله بها في الشدائد والضراء. اعرف الله في الرخاء يعرفك في الشده، ادخر لنفسك ايام الامن لتجد من الكريم العون وتاتك النجده في المخاطر والنقص والغب. ربك تبارك وتعالى مطلع على حالك وعلى سرائرك سرائر اعمالك وما كان ربك نسيا الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير فاين المستخفون باعمالهم اين المستترون عن الناس بستر الله ابتغاء مرضات الله وطمعا في ثواب الله اين المستسرون بالطاعات لنيل اعلى الدرجات اين العبد الغني التقي الخفي الذي لا يابه ان يعلم الناس حاله ليقينه ان الله تعالى يعرف حاله اين من يقوم الليل اين من يبذل ويتصدق اين من يعول وينفق اين من يذكر ويتلو اين من لنفسه يصطنع لعل ربه تبارك وتعالى يقبل فينتفع واين من يفرش لنفسه قصورا في الفردوس الاعلى هيا احبتي لنجعل بيننا وبين ربنا خبيئات وطاعات مكتومات لا يعلمها الا هو ولا يثيب عليها الا هو ولا علينا اعلم الناس ام جهلوا او رضوا ام سخطوا ما دام رب البرايا سبحانه راضيا وماذا بعد رضاه سبحانه الا الجنه اللهم اجعلني واحبتي المشاهدين من اهلها يا رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله